المهر يتردون بوي احكي لي الصدق. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عمو؟ هلا عمو حبيبي. شو اخبارك؟ الحمد لله. الله يحفظكم. تفضل بوي. انتم بيت عريق وحموله مثل ما يقولون بيها 70 حظ. والناس كلها تسولف بجويداتكم وطيباتكم. هلا بيكم. وصيدكم ماصل مثل العلم. هلا بيكم. فيقول لك اختاروا منطفكم. نعم. فانا جيت على هذا الاساس. اهلا. اريد يجيني ولد مثلك، خير مثل ابوك ومثلك ومثل جدك. هلا بيك. الله يحفظك. من يا عمام انت ابوي؟ اني؟ ايه. تريد الافتراض لو الصدق؟ جاي نمثل احنا. ها نمثل؟ ايه. لا راح يكون الصدق، انا مو سوي. على راسه. الله يحفظك. هلا بهالنسل الطيب. الله يعزك. هلا بيك ابوي، ابن من انت؟ اني؟ ايه. انا سيد رسول بن سيد محمد بن خلف بن كاظم بن سيد حيدر بن رفوش. يا هلا يا هلا يا هلا والنعم منك. جد مدفون بالكحلة سيد حيدر بن رفوش. ومن ابوك، بس انا ابوي سامع عليك سالفه مو زين. شنو؟ اي والله يقولون انت تمشي بالحرام. قصدك عندي تلفيات؟ اي والله. ها يعني انا هذا الموضوع اذا عدك وثبت عليك لا والله تعذرني. العالم كل شيء تحكي. ايه. انت هم قالوا عليك شيء تتحوف. نعم. صدق تحوف؟ صدقنا من قالوا؟ كان ما جيتك وشهبتك وانا اريد بنتك. انا اصدق بابوك. انا بخدمتك. ابوك اصيل. الله يحفظك. ونعرفه. الله يحفظك. وما يكذب. اذا اجى هو يخطب قبحه وخذه. تبشر؟ ايه. هسه راح اجيبه واجيك. هلا بيك. راح اجيبه واجيك. راح اجيبه واجيك. هلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يساعدك. شلونك؟ شلونك سيدنا؟ شلونك زين؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. زين ان شاء الله. انت مجلاله كل هالكم واحنا خوالكم. الف هلا. الله يحفظك. الف هلا. البيت بيت. اجاني سيد رسول قال اريد اخطب من عندهم، وانت قايل له الا ابوك يجي وهاي. اي والله. فاحنا بخدمه. هو طبعا يجيب ابوه قابل شي يجي. انا سيدنا لا زغرن بسيد رسول. ايه. بس سيد رسول مو بعمري. اي صح. بس وراد يشوف موافقه مبدئيه بعدين احنا نجي عمامه كل احنا نجي. انا ما اعرفه. اي بس انت حكايتك عندنا صك مصدق. الله يحفظك. هذا جلالتك ونعرف طيبتك ونعرف اصلك والجاي بيه تروح بيه. اشرب شايك. الله يحفظك. هلا بيك سيد. شايكم شو مر؟ مر؟ ما عاد كم قند. قبل الشكر يسموه قند. ليش يقول لك شنها قند؟ والعباس شنها قند؟ مو؟ المهر يتردون. بوي احكي لي الصدق. والله شوف طلع لي بالنظيف. المهر ترى مو ذات اهميه. صح. المهم انه تلقى وطن. صح. بناتك امين. صح. رجل يحافظ على البنيه وهاي رساله الكل. ايه؟ ناسنا واهلنا. اليوم شاب محترم مؤدب سمعته طيبه. ايه؟ دخله محدود افضل من شاب عنده مليارات احسنت ومع الاسف يعني فعاليات اكو عالم تعتبرها فعاليات. اهم شيء عندهم الخضر الناشفات بعدين تطيح النظره وتصير المشاكل.